قليل للامانه بكل مصداقيه. ونحن من دورنا كدفاع اليوم انا عندي واحد جوج المطالب بالحق المدني كنوب عليهم، المدعو ايوب حسكر واحد، والمدعو الثاني المطالبه بالحق المدني الثانيه اللي هي هدى امزيوان. هادو مشتكين سبق عليهم انهم وقعوا او داروا واحد الشكايه بهذا المدعو التشيوني. مساله ثانيه وهو اهم من هادشي كامل، هو ان الملف لا زال معروضا على القضاء، وعندما يكون الملف معروضا على القضاء فلا حق للدفاع في ان يناقش مقتضياته امام الصحافه. بالتالي احنا اليوم جينا فقط لتاخير الملف ريتما تمكنوا باش نأديوا الرسم الجزافي ديال المطالب المدنيه، ومن بعد نتمكنوا اننا نوضعوا المذكره ديال المطالب المدنيه اللي فيها التعويض بطبيعه الحال الذي لحق مؤازري او مانوفي في هذا الملف. اذا اللي نقدر نقول لكم اليوم كصحافه هو اننا اخرنا الملف لجلسه الجمعه مع الثانيه عشر والنصف زوالا، غادي نشوفوا القضاء بطبيعه الحال شنو غايقول لنا في هذاك الجلسه، واش غادي نزيدوا ناخروا الملف بناء على طلب احد المحامون ولا ما غاديش نديروا ولا ما غاديش نزيدوا، غادي نجهزوا الملف. هذا من جهه. من جهه اخيره وهو ان القضاء اؤكد انه لا زال في ذمته هذا الملف، وانه لا من حق اي احد كان سواء محامي او الى اخره ان يتقمص دور القضاء، لان القضاء هو الفيصل في هذا الملف. واؤكد على مساله اخيره وهي اللي هي مهمه، وان ولد الشنويه الان مازال ما عندوش المحامي اللي غينوب عليه. هذه هي المساله ربما اللي كينتظر فيها الصحافه بغاو يعرفوا. واكيد ان مهنه الدفاع تترفع عن كل ما قيل فيها، لا تترفع مهنه الدفاع. انا ما غاديش نجيو ونبقاو نحاسبوا، والسيد النقيب راه على الخط وعارف في الملف شو واقع، وهذه السيد النقيب له كامل الصلاحيه في ان ينيب اي 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 محامي كان. لذلك فهو تشبت في حقه في الدفاع، ولد الشنويه راه تشبت في حقه في الدفاع، وخدا اجال كذلك حتى هو باش يدير المحامي ديالو. اذا هذا حقه. الملف المحكمه اخرته لهذا السبب، ولغايه ثانيه هي المطالبين بالحق المدني باش يتمكنوا من الوضع ديال استاذ رضا بوزيدي ملقب ولد الشنويه بانه حتى محامي ما بغا يقدر. شوف انا غادي نقول لك واحد المساله، انا غنقول لك واحد المساله ان هذه المساله ديال تشي محامي ما يازرو، انا اتحدى الجميع في هذه المساله هذه، لان الهيئه ديالنا حنا لا زالت في التحقيق على ذمه ذاك الفيديو واش فعلا كانوا كيدعوا على المحامون ديال المغرب. والاشاره ان المحامون ديال مصر وديال الامارات وديال جزء لا يتجزا منا حنايا في الدار البيضاء، باش تكون عارف. واشير الى المقتضى الاخير هو ان السيد النقيب يترفع عن كامل هذه الممارسه. المقتضى الاخير هو ان السيد النقيب يترفع عن كامل هذه الممارسات. الا عنده حقه في الدفاع وغنجيو الاصل ولا غنجيو الاصل. عندكم موقف استاذ هاد الرئيس؟ لا ما عنديش موقف، والمحامون جميعا ما عندهمش موقف، لانهم منضاوين تحت اللواء ديال السيد النقيب. ملي كيعطينا السيد النقيب الموقف المقرر مع المجلس، ساعة حنايا كنطبقوا ما جاء على لسان السيد النقيب او ما جاء في كتاب السيد النقيب. لذلك انا ما غاديش نفوت معكم واحد باش نخليو القضاء يدير خدمته، هذا هو اللي كاين. فيما افسر هذه المساله ديال الدفاع هو انه من حقه الاولى انه من حق اي محامي ازر. المساله الثانيه هو انه قلت لكم بان السيد النقيب هو الوحيد الذي سيقرر في مؤازرته من عدمها، حتى واحد ما عنده الحق. المساله الثالثه هو انه نهار 29/11 ياك الجمعه غيكون الملف ديالو، وبالتالي القضاء اللي غيجاوبكم على هذه الاسئله ما قدرش نزيد معكم سؤال. شكرا لك. شكرا جزيلا. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.